وللحديث عن آخر التطورات ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي ماهر عابد جودة. أهلا وسهلا بك. وبداية سيد ماهر، ما هو تفسيركم لتضارب تصريحات القوى السياسية بشأن تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر؟ تحية طيبة لكم ولجمهور قناة التغيير، وكل عام وأنتم بألف خير. مع الأسف نحن نعيش في دوامة سياسية واستهلاك إعلامي وفوضى من التصريحات المربكة، وأحيانا تصريحات مفبركة حول الكتلة الأكبر، وهي الأصح حسب تفسير المحكمة الكتلة الأكثر عددا. وأعتقد لا زالت بعيدين جدا عن تشكيل الكتلة الأكثر عددا بشكل رسمي. لا زالت هناك نواة للكتلة اللي يدعى الأكبر، أو لا زالت هناك تفاهمات، ولربما هي انعكست حتى سلبا على الشارع العراقي. أعتقد لازلنا نعيش في صراع سياسي وابتزاز سياسي، وليس هناك تفاهمات لخارطة طريق إدارة الدولة أو بين هلالين استراتيجية إدارة الدولة. كل ما يجري هو استراتيجية الأحزاب، ما هي المغانم، ما هي المكاسب، ما هي الحصة من الكعكة الحكومية. هذا كله ما يجري خلف الكواليس، ولكن ما يظهرون عند الإعلام يتحدثون عن الوطنية وعن الكتلة الأكثر عددا العابرة للطائفية. كل هذه العناوين ما عادت تؤثر، أو لربما تشكل قيد أنبلة عند المواطن العراقي. لربما وصلنا إلى مرحلة حافة من اليأس. نعم نحن نأمل أن يلتئم البرلمان في أيلول، وبعدها بشهر تشكل الحكومة، لأنه لا نريد فوضى، لا نريد ضياع، لا نريد غياب إدارة دولة كاملة بالنتيجة مهما كانت تحمل معطيات بتشكيل الحكومة بسلبياتها، لكن بالنتيجة تبقى حكومة يتعامل معها العالم. أما عيدنا الأكبر، ما نأمله بعد هذا العيد أن يكون عيدنا الأكبر كلنا سياسيين قلبهم على الوطن والمواطن، أن يتحدثوا بلغة الوطنية. يعني من الغرابة نحن نسمع تشكيل نواة الكتلة الأكبر ثم يغيب عنها بعض المحاور التي تدعي المحور الوطني، وهي بالأصل كتلة طائفية اجتمعت من 53 مقعد، ولربما تكون مدفوعة الثمن ولم تحضر إلى فندق بابل، واشتغل الابتزاز السياسي من الأخوة الكرد ومن الباقي الكتل الأخرى، وأصبحت مطالب مع الأسف مثل ما ذكر تقريركم الفئوية والحزبية والسياسية، وليس ضمن إطار الهوية الوطنية. نعم قلنا مرارا وتكرارا نريد سياسيين شجعان أن يكون يصنعون لنا حياة تنسجم مع العراق، والعراق نأمل لا نسمع من خلال تقارير عالمية يعود دائما إلى الخلف، يعود إلى خارج التغطية، يكون خارج الحضارة والمجتمع الدولي. العالم كله يتقدم، حتى بما فيهم الصومال تتقدم، السودان تتقدم، إلا العراق مع الأسف يتأخر نتيجة هذا الصراع السياسي. مع الأسف جهات معينة تحاول تملأ جيوبها وبطونها من الحرام على حساب الشعب العراقي. نعم سيد ماهر، اليوم نحن في صدد تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة، فبرأيك هل هناك معوقات حقيقية غير معلنة تقف في طريق تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة؟ من المؤسف يا ست آية أنه المعوقات ليس وطنية، بل هي لمكاسب حزبية أو مناصبية. هناك صراع ما بين على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء بما فيهم الفريق العامل معهم، سواء كانوا النواب أو ضمن هذه المنصات الموجودة، ثم ينتقلون من الحقائب الوزارية بها حقائب سيادية، ثم المستشارين والمدراء العامين والسفراء، كلها هذا يدخل في هذا الصراع. ليس هناك صراع أن تظهر لجهة تقول هذه خارطة وطن، هذه خارطة طريق، هذه استراتيجية دولة اللي احنا ممكن نختلف عنها. الاختلاف انه الكتلة المحور الوطني بين هلالين الممثل الشارع السني حسب ما يدعون يقولون هذه مطالبنا، خروج الحشد، بعض المناصب، لدينا بعض الإعفاءات والاستثناءات المشمولين بالمساءلة والعدالة، قبلها كانت مطالب العفو العام، ثم ننتقل إلى الأخوة الكرد حسب ما يطلبون المادة 140
وإدارة كركوك وحول إعادة الموازنة أو ميزانية الإقليم 17%. ثم هناك صراع قوي جدا، وانتقل إلى شخصي من سياسي إلى شخصي، صراع داخل البيت السياسي الشيعي. والغريبة في جناحين من حزب الدعوة، جناح السيد المالكي وجناح العبادي، وهم من حزب واحد ولم يلتقوا ولم يتفقوا حتى بعد الانتخابات. وهناك طبعا خلاف ما بين كتلة السائرون وكتلة دولة القانون، وهناك تناقض واضح ما بين السائرون والوطنية والفتح والنصر، وما بين العفو الحكمة ومن ثم الجهة الأخرى الفتح. دخل هناك محور الإقليمي، دخلت حتى قطر على الخط، دخلت كل الدول الجوار على الخط. نعم. لربما من تريد ترسم سياسة الحكومة المستقبلة تريد تجر لكل جهة من دول الجوار النار إلى قرصها، وترك قرص العراق بلا نار، بلا من يحمي، بلا من يقدم هذا القرص إلى الشعب العراقي. وما نراه اليوم ما يجري في البصرة من مأساة نتيجة غياب الرؤية والقيادة للإدارة السياسية في العراق. لا، مع الأسف يقولون أنه وزارة التخطيط نسبة البطالة 22%، الأمم المتحدة تقول 40%. أنا أقول من منبركم والله أكثر من 40% عاطلين عن العمل. لا يحسب للشباب فقط بس الشباب أنه عاطل عن العمل، طيب الشابات اللي خريجات من الجامعات. صحيح. بغض النظر بعض النساء تريد تعيل أبنائهن وعوائلهن وهي لم يبقى لها معيل بسبب التهجير، بسبب داعش، بسبب الهجرة. اليوم غياب تماما ما عن تخطيط إدارة الدولة، وغياب خدمة المواطن العراقي. 15 سنة لنا تجربة مريرة مع هذه الجهات السياسية، لكن مع الأسف هذه الجهات السياسية لم تنجح، ولكن متمسكة بكل قوة بالعملية السياسية ولا تريد تتنازل عن مكاسبها مقابل مكاسب الشعب العراقي. اليوم ما نراه حقيقة مأساة على الساحة العراقية، اليوم ما نراه من معاناة ومن مصيبة المصائب. نحن ثاني بلد في الاحتياط النفطي، وبلد يعيش فقر، ليله مظلم، لا يوجد لديه كهرباء، وهناك شبكة من الأنهار، ولا زال الشعب العراقي يشرب مياه آسنة، وأهل البصرة يتسممون من هذه المياه. نعم سيد ماهر، لكن لماذا لا ترقى التحالفات إلى مستوى الطموح وهي كما نعلم يعني باقية تراوح في مكانها على مستوى التفاهمات والتقاربات فقط؟ يعرفون تماما من أين تؤكل المناصب، يعرفون تماما من أين تؤكل الكعكة الحكومية. نعم. يعرفون تماما هذه الجهات السياسية لديها خبرة 15 سنة في الربع الساعة الأخيرة من تشكيل الحكومة، الكل سيظهر ولا يقول يقدم تنازلات، لا بالعكس هو الآن يرفع سقف مطالبه، ومن ثم عندما يصبح هناك تفاوض على تشكيل الحكومة الكل سيقدم، يقول أنا سأقدم تنازلات، هو بالحقيقة لا يقدم تنازلات، بل ربما الامتيازات الذي فتش عنها وذهب بتكتيك سياسي وحاول أن يكسبها. نعم بالربع ساعة الأخيرة من المفاوضات ستلتئم الحكومة وتشكل، مقابل كل جهة ستأخذ حصتها، ولكن تبقى حصة المواطن والوطن جدا بعيدة عن أذهان السياسي العراقي. نعم اليوم سيد ماهر أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تقاربه وتفضيله مع دولة القانون أو التحالف مع دولة القانون، فهل يمكن أن نعد ذلك مفاجأة؟ من الممكن أن تغير من بعض الشيء في ميزان القوى برأيكم؟ لا ليس هناك مفاجأة، هؤلاء يغيرون جلودهم، يغيرون عناوينهم، يغيرون ألوانهم من أجل مصالحهم. لا. قد يكون خصوما بالأمس أصدقاء اليوم، وهذا أمر طبيعي. ما صنع الحداد بين السيد المالكي والكرد هو واضح جدا، ما صنع ما بين السياسيين لربما يلتقون اليوم ليس التقاء على مفهوم الوطنية، ليس هناك التقاء أو لقاء على مصلحة الشعب العراقي، سيكون التقاء على المصلحة. إذا السيد المالكي يحقق المادة 140، ميزانية 17%، إعادتهم إلى المناطق المختلطة أو المتنازع عليها، الإدارة المحلية لكركوك، نعم هم ما عندهم مشكلة، يحطون إيدهم بيد حتى لو كان الشيطان وليس السيد المالكي. هؤلاء ينظرون إلى مصالح فئوية أكثر من ما ينظرون إلى مصالح الشعب العراقي. هذه الكتل نعم نسمع تصريحات، لكن بالشيء الرسمي لا شيء موجود. لربما اليوم يصرحون شكل،
وغدا قد تتبدل التصريحات وتتغير العناوين، وقد تكون هاي عملية ابتزاز سياسي. نعم اليوم أنا أقترب من المالكي حتى لربما من خصم المالكي أن أخذ مكاسب أخرى وأخذ فوائد أخرى بالنسبة إلي، وأعتقد هذه اللعبة ما عادت تنطلي على كل السياسيين. نعم قد يلعبونها في الإعلام، ولكن تحت الطاولة تجري بعض المفاوضات الأخرى. اليوم يقولون أنه الكتلة اللي شكلت في فندق بابل هي اللي تسمى سائرون والنصر والوطنية والحكمة. أعتقد هناك محور اللي يسمى المحور الوطني أو المحور السياسي السني 53 مقعد، يقولون سنلتحق بهذه الكتلة، وأصبحت كتلة المحور أو الكتلة السنية، مع الأسف هذا المصطلح أصبح متداول في الإعلام لدينا، بيضة القبان، ولربما تغير الموازين، وقد يكون بدفع خارجي أن تلتئم مع هذه الكتلة اللي تتهم الآن قريبة من المزاج السعودي، فيما تتهم الفتح ودولة القانون مزاج قريبة من المزاج الإيراني والقطري. ومع الأسف هذه مصيبة المصائب. قبل الانتخابات كان المقعد ينباع، ثم بعد الانتخابات أصبح الشخص والفائز والمقعد ينباع، اليوم أصبح الشخص والمقعد والمنصب الحكومي كذلك ينباع. نحن من مرحلة إلى مرحلة ينباع وتباع المناصب. لكن نعم في سياق حديثنا عن الكتل السياسية، برأيك كيف من الممكن تجاوز الخلافات بين هذه الكتل السياسية والبدء بتشكيل الحكومة والابتعاد عن المخاوف من تجاوز المدد الدستورية؟ والله يا ست، إذا كان هناك ضمير إنساني، صحوة ضمير سياسي، نعبر هذه الأزمة أزمة أخلاق، والله نتجاوز كل الخطوط اللي موجودة والخلافات والمماحكات السياسية، نبتعد عن هذه التجاذبات ونلتقي بنقطة جميعا تلقينا هي الهوية الوطنية. نلتقي دائما على العراق، لو كانوا فعلا عندهم العراق أولا وأخيرا، العراق فوق كل شيء، العراق فوق أحزابهم، فوق مصالحهم الشخصية والسياسية، والله أنه ما تبقى أي تأثيرات لا للتوقيتات الدستورية ولا تعطيل لتشكيل الحكومة. لكن نريد نقرأهم كشكل إنساني وسياسي، نفتقد كل هذه العناصر لدى قراءتنا لهم، لأنه ما ممكن إنسان 15 سنة يفشل ولا يريد أنه يحقق فد أمل أو يترك أثر أو فد تاريخ عجيب. يعني وأنا أنا أنا أستغرب متى تكون هذه الصحوة موجودة لديهم، متى يلتفتون، الأرامل تستغيث، الفقراء يناشدون، الشعب يتظاهر، يعني الوضع كله يجري بشكل مأساوي عجيب. هؤلاء ما لا يسمعون شيء، لا يفتحون عقولهم ولا قلوبهم ولا الشعب العراقي. أقول وين شعاراتكم في الانتخابات عندما تقولون الكتلة الوطنية، الكتلة العابرة للطائفية، وبعد الفوز بالانتخابات رجعت للمربع الأول للمحاصصة الطائفية والحزبية، رجعت باسم المذاهب تبحثون عن المناصب. هذا اللي يتباكى على الشارع الشيعي، وذاك يتباكى على الشارع السني، وهؤلاء يتباكون على الشارع الكردي، وبالنتيجة هم لا يهمهم لا شارع كردي ولا سني ولا شيعي، والله ما يهمهم خزائنهم المالية وبطونهم التي ملئت من الحرام. نعم هؤلاء ليس لديهم استراتيجية وطن، ليس لديهم صرخة وطن، ليس هؤلاء أعتقد عدهم في جذورهم متجذر اسم العراق. لو كان لديهم بشيء اسم العراق أزيح كل هذه الموجودة أمامي وأقول نعم العراق فوق الجميع، تعالوا يا أخوان نضع إيدنا بإيد، ومن يكون خلي يكون يحكم في الحكومة، المهم يكون يحمل الهوية العراقية ويحمل النزاهة والكفاءة بإدارة الدولة. لا كافي نفتش على أمور مناصب ونخسر كل شيء. ما أعرف ذولا أمتى، مثل ما يقول المثل العراقي، يعرقون متى، يحسون متى، هذه المشاعر والمكنونات الإنسانية في داخلهم تنهض من أجل علاقة للعراق. يعني ألا يكفي هذا الجيوش اللي قدمناها من مقابر جماعية ودفننا الشهداء؟ ألا يكفي جيوش من الأرامل وجيوش عاطلين عن العمل؟ أصبحنا جيوش يا ست، ليس أفراد. يعني نسبة الأمية عالية، نسبة البطالة عالية، نسبة الأمراض عالية، واليوم الكل ما أعرف يتصارع على مناصب، والله عيب. ما قيمة المنصب أمام بلد تاريخ تجاوز 6000 سنة؟ نعم. نحن نملك أهم شيئين في الشرق الأوسط لا يملكه العالم،
نملك العقول والمال، العقول هاجرت والمال يسرق، يا ست آية. نعم. برأيك يعني أنا ما أعرف، ما عندي شيء بعد أضيفه. سيد ماهر، هل سيؤدي تشكيل الكتلة الأكبر مع عدد معين من الأحزاب إلى ظهور معارضة حقيقية تمارس دورها التشريعي والقانوني، عفوا الرقابي، بفاعلية بالمرحلة القادمة؟ والله يا ست آية، في عقل السياسي لا يحمل المعارضة، لا يحمل حكومة الظل منذ 15 سنة، صدقي هؤلاء كلهم سيشاركون في الحكومة. نعم قالوا أنه سائرون والحكمة سنذهب للمعارضة، وهذه أمنية، أمنية أن تكون لدينا معارضة قوية، أو تكون الثلث المعطل، أو من يمثل الجانب الوطني. واليوم أنا أعتقد اللي يذهب للمعارضة سيكون موقفه أقوى من يذهب إلى الحكومة، لأن سيكون مع الشارع العراقي، مع المطالب الشارع العراقي. أنا أتمنى هذه أمنية من 15 سنة أن نرى السياسي العراقي يحمل في فكرة وفي ذهنه وفي سلوكه، عندما يرى أن المحاصصة هي تكون سيدة الموقف يذهب إلى المعارضة ويكون فعلا معارض ومع الشعب العراقي. نعم اخسروا بعض المناصب، اخسروا بعض الامتيازات، ولكن ستكسب وطن ومواطن، ستكسب تاريخ أنك ذهبت إلى دور وطني ومهم. المعارضة أفضل وأهم، هي المرآة العاكسة لدور الحكومة، بل هي تنبه الحكومة عن أخطاء أو عن تصرفات غير صحيحة. لكن مع الأسف أكو هناك ممارسات اشتركنا بها جميعا، الناخب والمنتخب. نعم يقول لك أنه أنا ما أروح للمعارضة لأنه أنا مطلوب مني من الناخب بالانتخابات، عندما ذهبت بالدعاية الانتخابية وعدتهم بالتعيين، وعدتهم أن أقف معهم بكل تصرفاتهم سواء كان على حق أو مو على حق. اليوم أنا من أروح للمعارضة ماذا أقدم للمواطن؟ لا أستطيع أعين، لا أستطيع أنه عندما يعتقل أو أذهب أدافع عنه، لا أستطيع عندما يكون له موقف عشائري أن أناصره. إذن مفهوم المعارضة هو غائب تماما، لأنه نعم مع الأسف عودوا الشعب العراقي ثلاث سنوات أنه أي واحد يرشح للبرلمان يعين الكل ويمنح المال للكل، وكأنه نعيش أيام زمان، أيام الأمير والخليفة الذي يعطي كل شيء، وهذا خطأ. البرلمان لا يعين، البرلمان لا يعبد شارع، البرلمان لا يبني مدرسة، البرلمان رقيب ودور رقابي تشريعي، بعض القرارات التنفيذية تأتي من الحكومة ويصوت عليها، هذا دور البرلمان، ومن البرلمان تولد الحكومة، والبرلمان هو أقوى سلطة موجودة في العراق، وهويتنا السياسية والنظام في البلد هو نظام برلماني. لكن مع الأسف أصبح كذب على المواطن العراقي عندما يذهب لدعاية انتخابية يقول للمواطن أنا عينك، أنا ممكن أقف معك في الجهات المعينة، أنا سهل لك أمورك. أعتقد هذا ممارسة غير صحيحة، هذا يسقط إدارة الدولة، ويسقط أن نبني دولة مؤسسات ودولة قانون، ونذهب وكأنها أنظمة سياسية إقطاعية تسيطر على جهات معينة وهي تصدر الأوامر، وكأن الحكومة لا شيء تعمل. نعم أنا أقول وأرجع إلى سؤالك، لا يوجد في عقلية السياسة العراقي أي فكر معارض. نعم سيد ماهر، جميعنا نعلم أن رئيس الوزراء المقبل أمامه مهام صعبة، فبرأيك هل سينجح رئيس الوزراء المقبل في هذه المهام؟ إذا ما جاء طبعا وفق تفاهمات وتسويات، من الممكن أن تقلل من مرونته في التعامل مع الأحداث. بالتأكيد، يعني بصراحة إذا كان السائرون لم يكن بالحكومة، عمر الحكومة لا يطول سنة، السائرون أصبحت لديهم خبرة بالتظاهرات وبالتأثير على الشارع، كذلك أنه لا ننكر أنه الفتح لهم ثقلهم، إذا لم يكن موجودين بالحكومة هم يؤثرون، ولم يكون عمر الحكومة طويل. نحن نعيش فعلا في أزمة وفي مشكلة، ومن يكون صاحب القرار التنفيذي الأول بالعراق وصاحب الصلاحيات الواسعة هو السيد رئيس الوزراء المقبل، والسيد رئيس الوزراء المقبل أكيد يأتي من خلال مزاج وموافقة من المجموعة الدولية ودول الجوار، ثم هناك رأي في الشارع المحلي. من أعتقد أن المرحلة المقبلة أمام رئيس الوزراء قد تكون مرحلة بناء بلد، خدمات وبناء مو أكثر، أن الحمد لله داعش مرحلة وانتهت. أنا قبل قليل سمعت الأستاذ رائد فهمي كان ضيف في الساعة 9 في أحد برامجكم، قال أنه تقول الأمم المتحدة 30,000 داعش موجود. حبيبي هذا التصريح هو تصريح سياسي من الأمم المتحدة للضغط على السياسيين، ليس تصريح أمني. لا يوجد أنه 30,000 بين العراق وسوريا. نعم هناك بعض الخلايا النائمة،
بعض الخلايا الموجودة وهي محددة ومعروفة بالعراق ونحددها دائما في جزيرة ما موجود مطيبي جوم كشيفة بين صلاح الدين وديالة وكركوك ثم معسكرات حوران ثم بالصحراء، هذه الخلايا موجودة. أما هذه الأعداد من حيث المنطق غير معقولة، 30,000 داعشي، لا، أهل الأنبار عادوا إلى مناطقهم ولهم ثار مع داعش ومشخصين ومعروفين، وكيف أهل الأنبار يتركون هكذا عدد موجود؟ كذلك أهل صلاح الدين، وهذا كذلك ينجر وينسحب على أهل نينوى الذي لاقوا المعاناة والتهجير وتدمير محافظاتهم. نعم هناك بعض الخلايا موجودة ولربما تتحرك، ليس بسبب أنهم أقوى من القوات الأمنية، ولكن إداء مع الأسف بعض القوات الأمنية لم يرتقي إلى مستوى المسؤولية، لأنه داعش مهما يكون بضعة أفراد صوتية يضرب هنا ويختفي ويضرب هناك، عمليات أشبه بالعصابات الموجودة. لكن تصريح الأمم المتحدة هو البعبة الذي أرادوا أن يخوفون به السياسيين، يقولون لهم داعش ستأتي لكم وتخسرون كل امتيازاتكم، لأن الأمم المتحدة تعرف أن السياسي العراقي مع الأسف يفكر بعقلية حزبية وليس بعقلية وطنية. نعم رئيس الوزراء مقبل على ملف صعب، ملف تعقيدات، لا زال الساحل الأيمن في نينوى ويعاني، لا زال بعض المهجرين موجودين، لا زال الغياب البنية التحتية عن الشعب العراقي. وأعتقد الرجل المقبل عليه أن يقنع المجتمع الدولي ودول الجوار أنه أهم وأخطر ملف أن يصلح به ويشتغل عليه هو ملف الفساد. إذا قضينا على الفساد وعلى الحيتان أكيد البلد يكون بسلام، لأن لولا الفساد ما كان داعش، لولا الفساد لما الآن ما موجود من خراب، وكل ما عن في هذا البلد من ظلام سببه هو الفساد، وبالنتيجة مع الأسف فساد السياسيين. والمصيبة هو لم يكتفوا بفساد السياسيين بل ذهبوا أن يعلمون الناس الفساد، وهذه جريمة الجرائم ارتكبوها السياسيين العراقيين. نعم سيد ماهر، في سياق حديثنا عن القطاع الخدمي وهو يعتبر من أهم القطاعات التي تحد من معاناة المواطنين إذا ما تم الاهتمام بها، فلماذا لا تتعامل الأحزاب بجدية وبسرعة أكبر مع ملف تشكيل الحكومة على الرغم من تزايد معاناة المواطنين وخصوصا في مجال القطاع الخدمي تحديدا؟ سؤال جيد يا ست آية. نعم الخدمات من أهم ما موجود يحتاجه المواطن، يحتاج بنية تحتية، يحتاج مياه صالحة للشرب، يحتاج مؤسسات تربوية، يحتاج مؤسسات صحية، يحتاج شارع يسير به، يحتاج حياة لربما يتنفس من خلالها. لكن مع الأسف السياسيين لم ينشغلوا بهذا الجانب. العراق يمتلك إمكانيات، ممكن نجلب أي دولة في العالم خلال أشهر أن تبني العراق وما موجود، يعني ممكن نعمر العراق من خلال مؤسسات دولية كالطرق والجسور والأنفاق وقطار المترو وكذلك السياحة البريئة، كل هذه ممكن أن تتوفر من خلال المال ومن خلال إدارة الدولة. لكن المافيات هي مسيطرة على هذا البلد. أمانة بغداد ما قدرت تصلح شارع محمد القاسم وهو شارع بسيط، لأنه بسبب المافيات وبسبب العصابات المسيطرة في داخل بغداد على هذه المؤسسات، ولا تجعل أي مؤسسة أن تعمل إلا أن تفرض أتوات وتأخذ المال وتفشل المشروع. نعم أقول أنه على تشكيل الحكومة مهام كلش مهمة ومعقدة. العالم اليوم اللي ينتظر تشكيل الحكومة، لأن هناك اتفاقيات دولية، هناك مساعدات ومنح، هناك قروض، هناك استثمار، ولا ننسى كذلك ما جرى من مؤتمر الكويت للمانحين وما قبله من مؤتمرات في أوروبا كان كلها ينتظرها العراق، وهناك علينا ديون والتزامات، ولا بد عجلة الحياة تسير. نعم إذا تحركوا بتشكيل الحكومة وأحيينا الصناعة والزراعة وهيئنا البنية التحتية لخدمات المواطنين أكيد ستنحل كثيرا من العقد. على أقل نصبح مثل هذه الدول الجوار، عندما نزورها نخجل نرى هذه الدول جميلة وفيها متنفسات كثيرة والبنية التحتية عالية. ومع الأسف وبكل مرارة أقولها وآسف للمشاهدين، نحن نعيش وسط نفايات وعفونة كلش عالية، لا يوجد أي خدمات لا على مستوى التربية ولا الصحة ولا حتى أنه حياة، حتى الوضع أصبح لا يصلح لحياة مواطن، القلق يسيطر على
ابن المحافظة وابن بغداد. الألم يسيطر على أفكارنا، المعاناة، الوضع الأمني. أعتقد أن حكومة قوية برئيس وزراء قوي كما أوصفت المرجعية يدفع العراق على الأقل لخطوة للأمام. نعم، في سؤال أخير سيد ماهر، اليوم الشعب العراقي ينتظر تشكيل حكومة جديدة، فهل يمكن أن يعول الشعب على وفق المعطيات الحالية على مجيء حكومة تغير من واقعه وتحل بعض أو جميع من مشاكل الشعب العراقي وخصوصا في ملف الخدمات والبطالة والفساد؟ يا ست، إذا الكتل السياسية لا تريد رئيس الوزراء حسب تفصيل الأحزاب سنفشل ونكون كالتجربة ل15 سنة، لكن إذا ردنا رئيس وزراء لاستراتيجية الدولة لإدارة الدولة سننجح. هل ممكن هؤلاء يصبح لديهم ضمير؟ هل ممكن أخلاقهم ويرجعون إلى عمقهم الاجتماعي ويفكرون بالعراق ويقولون نريد رئيس وزراء ونعمل بروح الفريق الواحد وبالجسد الواحد من أجل العراق، من أجل إنقاذ الشعب العراقي؟ سننجح. أما إذا تبقى الكتل السياسية تفرض وزراء بعيدين جدا عن الكفاءة والنزاهة وعلى التخصص سنخسر الكثير. إذا بقت هذه الكتل تنظر على أنها مصلحتها فوق مصلحة العراق لم ولن ننجح. إذا هذه التجربة الرابعة كتجرباتها السابقة سندفع الثمن غالي، ولكن لا يسكت هذه المرة الشعب العراقي. هذه المرة الشعب العراقي لا زال يتظاهر، والتظاهرات موجودة وتتفاعل يوميا، بل هناك دعم مرجعي ودعم محلي وإقليمي ودولي، حتى المجتمع الدولي مع الشعب العراقي. عليهم أن ينتبهوا، خلص هم حصروا نفسهم في المنطقة الخضراء، إذا أرادوا يتحررون وينزلون إلى الشارع ليكونوا مع المواطن العراقي، ليقدمون حكومة تقدم خدمات وأمن، تقدم حياة، تقدم الرزق ولو كان من عين الطير في السماء. نعم سينجحون. إن بقوا بهذه العقلية يعيشون داخل أسوار الخضراء، أقول أن الشعب العراقي سيتسلق الخضراء ويدخل لكم في عمق هذه السجون، ولربما يحرر العراق منكم. نعم، المحلل السياسي ماهر عبد جودة كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.